كان بتسأل حضرتك، بتشكر حضرتك طبعا الأول على الكتاب وعلى البرنامج، وبنشكره جدا يا فندم على هذا التقدير ويعني والشكر. هي في معاملات فقهية كتيرة جدا، هي عندها مكتبة من الكتب فيها بعض الكتب الدينية والفقهية وهي بتقرأ فيها يعني، لكن المعاملات الفقهية يعني بتقول إن هي لازم ترجع للعالم، فبتقول لحضرتك رأيك يعني هي ترجع للعالم ولا تكتفي بالكتب؟ يعني دعنا أولا نشكرها على هذه الإشادة بكتاب الرد على خوارج العصر. الكتاب ده تحت إشراف فضيلة مفتي الديانة المصرية السابق فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله، وبمراجعة مستشار فضيلة المفتي دكتور مجدي عاشور حفظه الله تعالى. كتاب يعني قامت به كوكبة من دار الإفتاء المصرية للرد على الفكر المتشدد والرد على خوارج العصر، كيف بمشاربهم المتطرفة وببعدهم عن مقاصد الشريعة وعن أدلتها وعن سير السلف الصالح وأخلاقهم، كيف شوهوا مظهر الإسلام وكيف صدروا للناس صوراً مجتزأة مبتسرة لا علاقة لها بجمال الإسلام ولا بجمال السيرة النبوية العطرة. رددنا على هؤلاء وبينا الفارق بين عظمة الإسلام وبين تشويه التطرف وسطحية التشدد وعدم انتساب هذه الأفكار المتطرفة إلى أي علم أو أي مذهب صحيح، بل هي عبارة عن أوهام يعيش فيها أصحابها، أحقاد يصدرونها للناس في شكل يعني أدلة شرعية يفهمونها خطأ، في شكل أوهام. فكان هذا الكتاب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمزيد من الرد، اللهم آمين، وأن يستخدمنا لنصرة دينه وإظهار الوجه الناصح، وديننا كله جمال في جمال، للرد على هؤلاء المتطرفين المتشددين. ويا حبذا أن يكون من المستمعين من يعني يتزود بمثل هذه الثقافة ويستفيد من ذلك. السؤال هنا برضو في المعاملات الفقهية، بتتكلم هنا عن أن المكتبة عندها ولا مكتبة وعندها كتب فقهية، وعندها إذا احتاجت إلى مسألة فبتطالع الكتاب. الثقافة تختلف عن الفتوى. الثقافة العامة شيء جميل، شيء جميل أن أقرأ في الكتب، شيء جميل أن أتزود من العلم، لكن لا بد في الأمور التي أستفتي فيها أن أسأل المؤهل المتخصص.